بقول لك يا بنت انتي احنا مش عايزين نعرفك تاني، ولو فكرتي تيجي تقعدي معانا تاني احنا هنأذيكي. تمام، وبيفكريني المره الجايه بقى اجيب لك ب2 جنيه ورقه. ايوه تأذوني. خلصنا من البنت التنحة اللي اسمها ملك دي، اصلا انا بعرف فينا، كويس اللي احنا بعدنا عنهم. طب بقى يا عم لو افكر يقرب مننا تاني هنعمل ايه؟ ده طريقته مريبه. لو افكر يقرب مننا تاني هو او هي انا هاذيهم هاذيهم. بيتريقوا عليا وبيقولوا لي ابعد عننا عشان ما يأذونيش. ده نفس اللي حصل معايا، اتريقوا عليا برضو وقالوا لي كده. لازم نخلص منهم. طب يلا بسرعه نخلص منهم دلوقتي حالا. لا، واحد